طيب نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معكم سمر غانم ادمن بيج مجانين الكرشيه وتشركو. يا بلتي يا بلتي يا بلتي يا بلتي، ما تروحيش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والنهارده جايبه لكم غرزه اجنبي حلوه قوي، مميزه قوي لعشاق التميز. الغرزه صيفي وشتوي ولها استخدامات كتير. ممكن تعملي منها بلوزه، ممكن تعملي منها بلوفر، ممكن تعملي منها جاكيت، ممكن تعملي منها شال مستطيل، ممكن تعملي منها كوفيه، ممكن تعملي منها بطانيه اطفال، ممكن تعملي منها ركن للكنب، ممكن تعملي منها حاجات كتير. طب ايه المانع بقى قبل ما نبتدي الورشه؟ في علامه الهاند تحت الفيديو، اعملي لايك للفيديو تشجيعا ليا وللقناه، وكومنت حلو بقى عشان ايه، بحب اتدلع. والناس اللي لسه ما اشتركتش مستنيه ايه؟ تحت الفيديو برده هتلاقي زر احمر كده مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك، دوسي عليه هيجي لك الجرس، ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس ودوسي على الجرس واختاري منه الكل عشان اي ورشه انزلها يجي لكم اشعار بيها. وكومنت حلو برده عشان ايه، بحب اتدلع. وما تروحوش هنا ولا هنا، الحصري دايما عندنا. والناس اللي بتحبني يا ريت تنورني في قناتي الثانيه شاهد بعيون سمر، هسيب لكم رابط القناه في صندوق الوصف التعليق مثبت. وطيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي شغل اخوتنا النهارده. اليزا بيبي وابره رقم 3.5، تمام. هعمل عقدة البداية. وطريقة الغرزة برضو النهاردة هعملها بالطريقة بتاعتي. البنات الجديدة معنا في القناة وما تعرفش الطريقة بتاعتي، صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو باسم بتحب الكروشيه. طيب تعالي اقولك اول سر من اسراري، اتفرجي عليها هتعرفي الطريقة بتاعتي، تمام. انا دلوقتي هعمل مجموعة من السلاسل من غير ما عدها ولا اي حاجة، بطول حوالي 15 سنتي. عملت سلاسل بطول حوالي 15 سنتي، نبتدي الغرزة بتاعتنا على طول بقى. هحدد اخر سلسلة وقفت عندها، تمام، واطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3. الثلاث سلاسل دول بنسميهم سلاسل ارتفاع وبنحسبهم عمود، تمام. واخد لفة اخش في السلسلة اللي حددتها اللي هي الرابعة، عامل كده ايه العمود الثاني، لفة بغرزة جديدة، العمود الثالث لفة بغرزة جديدة، العمود الرابع. يبقى كده ابتدينا الغرزة بتاعتنا باربع عواميد منهم ايه، سلاسل الارتفاع. واخد ثلاث سلاسل، 1 2 3، واخد لفة افوت غرزتين وفي التالتة اعمل فيها عمود، 2 سلسلة وفي نفس الغرزة عمود، حرف الفي بالشكل ده. واخد ثلاث سلاسل، 1 2 3، تمام. افوت غرزتين وفي الثالثه اخش اعمل فيها ايه، حشو بالشكل ده. واخد ثلاث سلاسل، 1 2 3، واخد لفه افوت غرزتين، ادي 1 2، وفي السلسله الثالثه اعمل حرف الفي اللي هو عمود، 2 سلسلة وفي نفس الغرزه عمود. بالشكل ده. ونكرر ثلاث سلاسل، 1 2 3، هفوت غرزتين وفي التالتة ايه، عامل حشو. واخد ثلاث سلاسل، 1 2 3، واخد لفة افوت غرزتين وفي التالتة اعمل حرف الفي عمود، 2 سلسلة وفي نفس الغرزة عمود. بالشكل ده. انا هكتفي بالعرض ده كعينه، تمام. انا ابتديت الشغل ايه، باربع عواميد منهم ايه، سلاسل ارتفاع، تمام. هاخد ثلاث سلاسل، 1 2 3، واخد لفه افوت غرزتين ومن اول غرزه الثالثه اعمل اربع عواميد متتاليه، ادي 1 2 3 أربعة. بالشكل ده. وكده انتهينا من السطر الاولاني. اتبقى معايا كام سلسله زياده، وانت زي ما يطلع معاكي من السلاسل الزياده في صندوق الوصف هتلاقيني سايبالك فيديو ازاي تفكي السلاسل دي بكل سهوله. وكده يبقى ابتدينا الغرزه بتاعتنا من غير ما نحسب لها، بتقبل القسمة على 3 زائد 2 ولا بتقبل القسمة على 5 زائد 1 كده يعني، تمام. السطر الجديد بقى هطلع بثلاث سلاسل، 1 2 3،
والف الشغل ده اول عمود، اخد لفه مش هخش هنا في الغرزه اللي وراها، فوق العمود التاني اخش في الغرزه بتاعته، ادي كده العمود التاني، فوق العمود التالت اعمل العمود التالت، وهنا فوق العمود الرابع ادي العمود الرابع، تمام. واخد سلسله واخد لفه، هاجي هنا حرف الفي كان عمود اتنين سلسلة عمود، تمام، هخش في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة واعمل غرزة بف من خمسة، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، تمام. بقى عندي كام حلقة على الابرة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر، تمام. اخد لفة واطلع الحلقات كلها، تمام، واقفل عليهم بايه؟ سلسله، تمام. واخد سلسله واخد لفه في نفس الفراغ برضو، اعمل غرزه بف من خمسه، ادي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، تمام. لفه واطلع حلقات كلها واقفل عليهم بسلسله، تمام. واخد سلسله واخد لفه في نفس الفراغ برضو بتاع حرف الفي، اعمل كمان غرزه بف، واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، لفه واطلع حلقات كلها واقفل عليها ايه؟ بسلسله، تمام. يعني عملنا تلاته بف في قلب ايه؟ حرف الفي، ما بين كل غرزه بف والتانيه في ايه؟ سلسله. خلاص كده خلصنا ايه؟ مجموعه البف الاولانيه، تمام. واخد سلسله واخد لفه، اروح على طول على حرف البي التاني، تمام. يعني هنفوت السلاسل ديت والحشو والسلاسل التانيه، نحدد حرف البي التاني في السلسلتين بتاعته، نعمل مجموعه بف من تلاته بف، ادي كده اول ورده بف، واحد اتنين تلاته اربعه خمسة، واخد سلسلة واخد لف تاني غرزة بف، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، بالشكل ده، تمام. واخد سلسلة واخد لفة تالت غرزة بف، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، بالشكل ده. ونفضل برضو ماشيين كده، هاخد كمان سلسلة، اجي هنا عند حرف الفي اروح عاملة تلاتة بف ما بين كل غرزة بف والتانية سلسلة، تمام. بعد ما اخلص المجموعة اروح واخدة سلسلة، وهنا اعمل القنار اربع عواميد، تمام. العمود الرابع هيتعمل هنا سلاسل الارتفاع تلاتة، هيتعمل ايه؟ في السلسلة التالتة. وكده بعد ما انتهينا ايه؟ من السطر التاني. السطر التالت بقى هاخد تلات سلاسل، واحد اتنين تلاتة، والف الشغل ده كده ايه؟ العمود الاول، اخد لفة فوق العمود التاني، اعمل تاني عمود، ادي كده تالت عمود، وهنا رابع عمود، تمام كده. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة هنا في ايه؟ تلاتة بف، ادي واحد اتنين تلاتة، الغرزة اللي في النص البف التانية ديت اخش في الغرزة بتاعتها، اعمل ايه؟ حرف البي، ادي عمود اتنين سلسلة وفي نفس الغرزة عمود، ده كده يعتبر تكرار ايه؟ السطر الاولاني، بالشكل ده. وبعدين اخد ثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، هنا غرز البف المجموعة الاولانية والمجموعة التانية، هنا في النص الفراغ اللي في النص ده اخش فيه واعمل ايه؟ حشو، بالشكل ده، تمام. واطلع بثلاث سلاسل، واحد اتنين تلاتة، واخد لفة هنا مجموعة البف، هخش ايه في الغرزة بتاعت البف التانية، اعمل ايه؟ حرف الفي، عمود اتنين سلسلة وفي نفس الغرزة عمود. وبعدين تلات سلاسل،
اخش في الفراغ اللي ما بين المجموعات اروح عاملة ايه؟ حشو. ده كده يعتبر تكرار ايه؟ السطر الاولاني. تمام. وبعدين ايه؟ اخد 3 سلاسل اخش في غرزة البف التانية اعمل حرف الفي، وبعدين اروح واخده 3 سلاسل واعمل ايه؟ 4 مواويد. العمود الرابع بيتعمل ايه؟ في غرز الارتفاع 3 في السلسلة التالتة. تمام. السطر اللي وراه هيبقى تكرار السطر التاني اللي وراه، غرز الحرف الفي. بس هو الغرزة من سطرين وبنطلع بالطول اللي احنا عايزينه. وادي بعد ما طلعت لكم بكام سطر بغرزه عشان تبان. بصوا الغرزه شكلها حلو ازاي، تحفه بصراحه، والبنات المبتدئه يعملوها بكل سهوله. ويا رب اكون عرفت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله ومفيده. ولو عجبتكم ورشه النهارده ما تحرمونيش من لايك وكومنت، والناس اللي اول مره تتابعني يا ريت اشتراك وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي. واشوفكم قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد او ورشه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.